في اليوتيوب في الداخل نسأل عليكم بينا سيدنا. أنا مواطن جزائري أعلن رسمياً أني لم ألتقي بالسيد عبد الملك سلال ولم أطلب ولم ألح على ترشيح بوتفليقة رئاسية رابعة لا من قريب ولا من بعيد أي طريقة كانت مباشرة أو غير مباشرة. تحيا الجزائر. شكرك الأخ صالح على هذه الالتفاتة الطيبة لتنقل الانشغالات الجالية حول العهدة الرابعة والكلام الكثير الذي قيل حولها. كجالية نحن لا نعتقد بأن هناك ضرورة للعهدة الرابعة للأسباب الآتية، حيث كان للرئيس متسع من الوقت بأن ينفذ برامجه كاملة غير منقوصة، حيث حكم البلاد لمدة 15 سنة كما يعرف الجميع. هذه 15 سنة هل ينقصه وقت حتى يكمل ما لم يستطع القيام به خلال 15 سنة، أم لأمور أخرى تتعلق بالحاشية وبالمحيط الذي يريد ديمومة هذا الحكم؟ نحن كجالية وكشباب جزائري متعطش إلى الحرية ونناضل من أجل تغيير شامل لوضع الجزائر في على السكة الصحيحة وننقل ببلادنا إلى المستقبل اللي راه تطمح ليه كل الشعوب واللي المجاهدين والشهداء رحمهم الله جاهدوا وناضلوا باش تكون جزائر حرة، جزائر تجمع جميع الجزائريين، جزائر يلتف حولها كل أبناها ولا تقصي أحدا. إذن لذلك نقول كفى من هذا العبث ونريد استقرارا في الوطن واستقرارا في المؤسسات، وهذا ما نصب إليه. والسلام عليكم.